كلمة أولى فقراتنا لليوم نفردها لمساحتنا الطبية، نحكي عن مشكلة شائعة بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة، القلص المعدي، وهي مشكلة كتير من الأشخاص بيعانوا منها. بدنا نعرف أسبابها، كيف فينا نعالجها. يمكن في كتير من الناس بتقلك أنا معي حرقة بالمعدة، صحيح. لما باكل شيء بتضايق بالمريء. كتير تفاصيل رح نحكي عنها مع الدكتور باسل جازية، أخصائي في الجراحة العامة والتنظيرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين جميعا. يسعد صباحك دكتور، يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مثل ما سمعت بالمقدمة، في كتير أعراض الناس ممكن تتعرض لها وبتقول إنه هي سبب القلص المعدي، ولكن شو حقيقة تعريف القلص المعدي وشو أسبابه إذا فينا نتعرف من حضرتك؟ تمام. هلا القلص المعدي المرئي هو رجوع جزء من محتويات المعدة باتجاه المريء. هاي ظاهرة طبيعية فيزيولوجية بتصيب غالبية البشر بمراحل متقطعة، خاصة بعد الوجبات الطعامية. بتحول هاي الظاهرة الفيزيولوجية لداء، بتتحول بعد ما تزيد كمية المحتويات المعدة اللي عم ترجع باتجاه المريء عن الحالة الطبيعية، وبالتالي تؤدي إلى أعراض مزعجة للمريض، ممكن مضاعفات ثانية. هذا هو التعريف بشكل عام للمرض. إذا بدنا نحكي على الأسباب، يعني هذا التعريف بشكل عام، التعريف الطبي، يمكن هي ما كتير بتكون، يعني الشخص ملاحظة بس فجأة بتظهر، يعني بتظهر وبتروح. الأسباب الأساسية لهي المشكلة الصحية، تمام. هلأ عنا نحن في وسائل دفاع عند كل البشر ضد القلص المعدي المرئي، بدءا من آليات تنظيف المريء اللي هي اللعاب، حركية المريء، الجاذبية الأرضية حتى، وعنا نهاية المريء في شيء نسميه المعصرة المريئية السفلية اللي هي الصمام الأساسي بمنع القلص المعدي المريئي. والمعدة بتشكل خزان كمان، فأي أذية على هالطرق هاي تؤدي إلى قلص المعدي المريئي. نحن مشبه المعدة مثل بالون، والمعصرة مثل عنق البالون. كل ما توسعت المعدة أكثر، كل ما نقص، كل ما صغر القطر، وبالتالي بيؤدي إلى القلص المعدي المريئي. طيب دكتور، هل بتتواجد عند أشخاص أكثر من أشخاص؟ وإيمت بنقول أنه هي الظاهرة ما عادت طبيعية؟ يعني أنت قلت ممكن هي تمر مع الأشخاص يمكن بحالة طبيعية ببعض الأوقات، ولكن إيمت بتتحول لتصير شكل دائم؟ كل ما بيأكل شيء بحس عنده هاي الحالة، شو ما أكل شو ما شرب دائما بحس عنده هاي الحالة. إيمت بتصير، خليني أقول، بقى ما عادت عرض طبيعي ولح يروح، صار بشكل مستمر وصار بحاجة لمراجعة طبيب مختص؟ هلا المريض بهاي الحالة بحس انه في عنا اعراض مريئية نموذجية واعراض خارج مريئية. اعراض مريئية هي حرقة الفؤاد او الحرقة المعدية المريئية الطبيعية، ممكن تكون طبيعية ممكن تكون من الداء نفسه، وارتجاع الاطعمة، غثيان، اقياء بشكل مستمر، ممكن حتى المريض يحس بعسرة بلع ما يقدر يبلع. هاي الأعراض المرئية. أحيانا بصيب بعض المرضى أعراض خارج مرئية غير نموذجية، اللي هي ممكن ألم صدر، ممكن سعال وزيز، ممكن يسبب لنا بحة والتهاب بالعوم، حتى التهاب أذن. في بعض الحالات نتيجة الإقياءات المستمرة للحمض المعدي ممكن حتى يسبب تآكل بالأسنان، بميناء الأسنان. وقت المريض ما هاي الحرقة العابرة، هاي اللي لازم نفرقها، في حرقة عابرة نموذجية فيزيولوجية طبيعية، والداء القلص المعدي المريض ما عم يتحسن، ما عم يقدر ابدا ياكل، صايبته اعراض شديدة، انزعاج شديد، عم تعيقه حتى عن اداء عمله في بعض الاحيان. طيب خلينا نحكي دكتور، الاشخاص المعرضين اكثر لهي المشكلة من غيرهم، يعني فينا نقول انه ممكن هن يصابوا اكثر من غيرهم، له علاقة التدخين او طبعاً. النظام الغذائي، فينا نقول طبعا الأشخاص المعرضين أكثر هو اللي نمط حياتهم غير صحي، البدينين، البدانة عامل مهم جدا وأساسي، التدخين، الكحوليين، طبيعة الغذاء والمواد الغذائية اللي بيأكلوها، يعني وجبات الدسمة كثير، وجبات بكميات كبيرة، يعني تناول طعام بكميات كبيرة. هدول الأشخاص هم الأكثر عرضة صراحة لداء القلص المعدي المرئي. طيب دكتور، كمان نسمع في كتير أشخاص بياخذوا الحبوب اللي بيسموها حبوب حماية المعدة، بياخذوها بشكل دائم لأنه هي تعتبر العلاج لهذا النوع من بتخفف الحرقة شوي والقلص. هل صحيح أنا أخذ دواء فقط لأني سمعت أنه هاي المعلومة، وخصوصا أنه هذا الدواء ممكن يأثر على اكتشاف أمراض تانية إذا شخص بيعاني منها أو لا؟
هلا لا طبعا، تناول الادويه بيتم حصرا عن طريق الطبيب بعد اجراء استقصاءات معينه لتشخيص الداء القلص المعدي المريء. في عنا استقصاءات نحن ممكن فيها لتشخيص الداء، بعد تشخيص الداء بتجي مرحله العلاج. في عنا تنظير هضمي، قياس ضغوط المريء، قياس بي اتش المعده، الحمض المعده خلال 24 ساعه. بعد اجراء هاي الاستقصاءات والفحوصات اذا تشخص للمريض داء قلصي معدي وقتها بنبلش بمرحله العلاج. اما وغير هيك ما غلط يعني ياخذ. طيب خلينا نحكي عن العلاج، اذا تم تشخيصه ان كان سببه مشكله بالمعده او بالمري، عرفنا المشكله الاساسيه، العلاج ممكن يكون دوائي، ممكن نلجا للتنظير او عمل جراحي. تمام. هلا العلاج هو بيشمل ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول هو تعديل نمط الحياه. يعني تعديل نمط الحياه ممكن يكون هو علاج كافي للداء بحد ذاته. المريض البدين، انقاص الوزن قدر الامكان، القيام بالتمارين الرياضية، عدم تناول وجبات بكميات كبيرة، يعني تناول وجبات صغيرة متعددة، 5-6 وجبات باليوم صغيرة أحسن من وجبتين 3 كبار مثلا. عدم الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة بعد 3 ساعات على الأقل، رفع الرأس سريع، تجنب بعض الأطعمة والمشروبات اللي ممكن تسبب. هذا بيسألك عنه، في مشروبات بعد الأكل ممكن هي بتأثر. تماما. هلأ المأكولات بشكل عام والمشروبات، يعني المواد الطعام الدسم، المواد الدسمة، المشروبات مثل القهوة، المتة، الكحول، النعنع، الشوكولا ممكن تسبب، الخل، هالمواد هي لازم الواحد يتجنبها قدر الامكان بالداء القلص المعدي المريء. نلتزم بتعديل نمط الحياه. بعدين بيجي المرحله الثانيه اللي هي العلاج الدوائي. العلاج الدوائي عندنا 4 انماط من الادويه، مضادات، عندنا انماط هي واقيات المعده نفسها اللي تفضلتي قلتيها، عندنا مضادات مستقبلات الH2 اللي هي الرانتيدين مثلا، عنا مثبطات مضخة البروتون اللي هي مثل الأمبرازول واللانسوبرازول، وهي هي الأساس، يعني صراحة هي أحسن الأدوية بهذا المجال. وعنا بتنظم الحركية مثل الميتوكلوبروميد براميد، وعنا واقيات من الحموضة مثل الهيدروكسيد الألمنيوم. هلأ نحن تعديل نمط الحياة المحور الأول، المحور الثاني العلاج الدوائي، المحور الثالث والأخير هو الجراحة. إذا المريض، في مرضى مؤهلين بيصيروا للجراحة، الجراحة المضادة للقلص، المرضى اللي ما استفادوا على العلاج الدوائي، المرضى اللي استفاد على العلاج الدوائي وممكن بس حابب إنه خلاص يعني ينتهي من هالمشكلة بشكل جذري، عدم تحمل الدواء بشكل عام، والمرضى اللي عندهم أعراض خارج مرئية أو صابتهم أحد الاختلاطات الناجمة عن داء القلص المعدي المريئي. طيب هون كان بدي أسألك أنا دكتور، إنه بالنسبة للاختلاطات شو ممكن يسبب اختلاطات أو إزعاجات غير محتملة داء القلص المعدي، وخصوصا إنه بنشوف بأوقات كتيرة ناس بتاخد الدواء بتمشي عليه ما عاد بقى بترجع بتراجع مرة تانية. دكتور شو الفترة المسموحة لحتى يستمر عم ياخد العلاج الدوائي؟ إيمت بنقول لا بكفي ولا هو بده يضل معه كل العمر؟ لا هلا نحن بنعطي العلاج الدوائي اذا تحسن المريض مع تعديل نمط الحياه، خلص مشي حاله. اذا ما تحسن المريض وقتها بنلجا لخيارات اخرى من الجراحه. ممكن ننطر فتره 3-6 أشهر على العلاج الدوائي لنراقب نحن وضع المريض، اذا تحسن ولا لا بعدين بنقرر الخطوه التاليه. هلا اذا المريض صايبته اعراض بالاصل خارج مرئية مثل صدرية وبلعومية اللي سبق ذكرناها نحن، أو إذا مثلا فات باختلاطات مرئية مثل التهاب المري أو تضيق المري، أو حتى في علامة حمراء قبل سرطانية هي مري باريت، إذا صابوا أحد هاي الأعراض أو العلامات، فنحن بنلجأ للخيار الجراحي المضاد للقلص اللي هو طي قاع المعدة على نهاية المري. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن القلص المعدي اللي بيصيب الأطفال. في كتير من الأطفال يمكن بحديثي الولادة بيكون عندهم مشاكل بالمعدة منا القلص المعدي، خلينا نحكي عنه أكثر لكل الناس. وأحيانا بيكون في خلط بين القلص المعدي وإقياء طبيعي، لا هو بيكون في مشكلة فعلا بالمعدة صحية للطفل. تمام. هلا نحن مثل ما ذكرنا اهم شيء انه نشخص الحاله اللي عند الطفل او عند المريض، يعني ممكن يكون عنده ضخامه بواب، هي مشكله خلقيه ما لها علاقه بالقلص المعدي المريء الحاله اللي نحن عم نناقشها.
فنحن اهم شيء انه نشخص الحاله اذا بالفعل كان عنده وهن بمنطقه الفؤاد او عنده فتح حجابي خلقي او عنده اي شيء، ممكن ننطر على الطفل فتره لحتى بنراقبه نحن بهي الفتره، اذا مشي حاله وتحسن، اذا ما مشي حاله وقتها بنلجا للعلاجات الاخرى، والجراحه هي حل مطروح لهي المشاكل. طيب دكتور، كمان وانت عم تحكي عن تغيير نمط الحياه ذكرت انه في بعض المشروبات اللي هي بتكون تقيلة شوي مثل ما بيقولوا لازم نبتعد عنها. خلينا نحكي نمط الحياة الصحيح اللي لمرضى قلص المريء، وشو اللي ممكن نعطيهم يا نصائح لحتى يتبعوها بنظامهم الحياتي دائما؟ هلا النصائح هي النصائح العامة، ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن هذا أهم شيء، لأنه الوزن هو عامل أساسي بكثير من الأمراض ومن داء القلص المعدي المرئي. الابتعاد عن المأكولات هي اللي ذكرناها، المواد الدسمة، الكحول، التبغ، الشوكولا، القهوة، المنبهات بشكل عام. تجنب إن الوجبات تكون صغيرة ومتعددة، ورفع الرأس فينا كمان هي حالة فيزيولوجية، إنه نرفع الرأس شوي أثناء الاستلقاء. نرفع الرأس حوالي 20 يعني مثلا تغدى شو اللي يفضل مثلا ياكل بعد أو يشرب بعد الغداء مثلا؟ في شيء معين ولا لا؟ ما في لا شيء. لا بس هو يبتعد عن هدول المواد اللي بتسبب اللي بتسبب ممكن تسبب قلص او وهن بالمعصره، ويشرب الباقي ما في مشكله. طيب دكتور، بما انه حكينا على القلص المعدي عند الاطفال لما يتم تشخيص، في حالات متعدده فينا نقول للقلص المعدي عند الاطفال مختلفه؟ يعني ممكن يكون سبب ولاده، ممكن يكون سبب من مشكله صحيه كمان من سبب الغذاء ولا لا؟ لا حسب عمر الطفل هون بيلعب دور، اذا الطفل بمراحل الرضع والصغار هي غالبا سبب ولاده، وبدنا نبحث عن مشكله اكبر من هيك. شو هي الاكثر شيوعا يعني اذا بدنا نقول القلص المعدي عند الاطفال؟ اكثر شيوعا شو المرض اكثر شيوعا يعني المشكله الاساسيه الاكثر شيوعا هي سبب الولاده ولا بيكون في مشاكل اخرى؟ لا هلا قلص المعدي المرئي عند الاطفال غالبا بيكون ولادي، عند الكبار بالعمر نتيجه تقدم الحياه وهن العضليه تبع المعصره، معصره المريء السفلي هي اللي بتسبب القلص، عند الصغار غالبا مشكله ولاديه ونحن بنراقبها وبنتابعها حسب وضعها، حسب وضع الطفل، حسب وضع المشكله بنقرر علاجها. يعني اليوم حكينا بمشكله يمكن كثير اختصاصيه وكثير ناس ممكن بيمروا فيها يكونوا هلا عرفوا معلومات من حضرتك. خلينا بختام حديثنا النصيحه الابرز اللي بتحب توجهها لكل اللي عم بيتابعنا واللي بيعاني من القلص المعدي. تمام، هلا النصيحه الابرز نحن انه مثل ما بيقول المثل الشعبي درهم وقايه خير من قنطار علاج، يعني نحن انه نوقي حالنا باتباع اساليب النظام الصحي، ممارسة الرياضة بشكل مستمر، الغذاء الصحي، وهي لحالة كفيلة بأنه توقي من داء القلص المعدي المرئي وغيره كثير من الأمراض. نتمنى السلامة للجميع. أكيد أكيد نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وكمان يبتعدوا عن الستريس والتوتر والضغط النفسي كمان، لأنه من المشاكل الأساسية اللي بتعاني منها أمراض المعدة بتصيب الأشخاص. نتشكرك الدكتور باسل جازي على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور لوجودك معنا.